النيابة العمومية في تونس تحيل التحقيق مع تسنيم الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة الموقوف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد أن فتحت تحقيقا ضدها حول مسائل تمس الأمن القومي. وبحسب المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بمحافظة أريانا، فإن الشرطة عثرت على ما وصفتها بمسائل تمس الأمن القومي بصفة مباشرة في منزل تسنيم الغنوشي. وأضافت أن تفتيش منزل ابنة الغنوشي تم توثيقه بالصوت والصورة بتعليمات النيابة العامة التي قررت توقيف شخصين وإدراج آخرين في التفتيش، إضافة إلى التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. تأتي تحركات النيابة العامة استكمالاً لحملة الاعتقالات التي استهدفت مناضلين في حركة النهضة، يتقدمهم رئيس الحركة راشد الغنوشي المعتقل منذ نحو شهر بتهمة التآمر على أمن الدولة. وبحسب حركة النهضة، فإن حملة الاعتقالات تواصلت لتطال القيادي السابق في الحركة الصحب عتيق الذي أوقفته السلطات عندما كان يعتزم السفر. وحذرت الحركة في بيان ما وصفته بمواصلة السلطات ممارسات التنكيل بالمعارضين السياسيين، كما حذرت من أسلوب التشفي في قياداتها ومناضليها وبقية رموز المعارضة. ودعت الحركة في بيان السلطة إلى احترام الإجراءات القانونية ومعاملة كل التونسيين على قدم المساواة، وأن يظل القضاء بعيدا عن التوظيف السياسي. وتقبع قيادات بارزة في حركة النهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها التآمر على أمن الدولة والتورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر. وتضم لائحة الموقوفين بالإضافة إلى راشد الغنوشي نائبي الرئيس نور الدين البحيري المشتبه به في قضية التآمر، وعلي العريض وهو أيضا رئيس حكومة سابق ويواجه اتهامات في ملف التسفير إلى بؤر التوتر. نناقش هذا الملف معنا من واشنطن عبر سكايب رضوان المصمودي، عضو في حركة النهضة التونسية. ومن تونس معنا جمال مرس وهو حقوقي ومحلل سياسي. مرحبا بكما ضيفايا الكريمان. أبدأ مع سيد رضوان، يعني برأيك ما هي المسائل التي تمس الأمن القومي بحسب ما جاء في البيان والتي وجدت في منزل تسنيم الغنوشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة. في الحقيقة نحن إلى حد الآن لم نرى أي بيان رسمي يبين لنا ماذا وجد في منزل الأستاذة تسنيم ابنة الشيخ راشد. ماذا تتوقعون أنتم في النهضة؟ يعني أنا هذا هو سؤالي، يعني بالتأكيد نحن ننتظر البيان، ولكن أنتم ماذا تتوقعون؟ ما هي الأمور التي من الممكن أن تكون موجودة في منزل تسنيم أو حتى في منزل غنوشي؟ نعم، أنا شخصيا ما أتوقعه هو أنه السيد قيس سعيد يعني يريد إلساق تهمة، يبحث عن تهمة لإلساقها بالمعارضين، وليس فقط حركة النهضة. في الحقيقة هناك قيادات حزبية من مختلف الأحزاب السياسية في تونس، ليست فقط حركة النهضة التي اعتقلت منذ شهرين وثلاثة أشهر. والسيد قيس سعيد الآن يعني يشعر بورطة، لأنه ليس له أي دليل، ليس له، هو يتهمهم جميعا طبعا بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة قلب النظام فقط لأنهم معارضون للانقلاب الذي قام به يوم 25 جويلية من سنة 2021. لم يجد أي دليل، فلذلك هذه العملية أعتقد هي اقتحام لمنزل على ذمة أو ملك الأستاذة تسنيم، وبغير وجودها، يعني لم تكن هي موجودة ولم يكن أي شخص من العائلة موجود في المقر في البيت. بالتالي هذه عملية غير قانونية، لأنه لا نعرف بالضبط من الذي دخل للبيت، هل لهم إذن قضائي للدخول للبيت، لماذا، عن ماذا يبحثون وماذا وجدوا، لا نعرف أي شيء. يعني تمت العملية بطريقة غير قانونية، والقانون يقول يعني لابد أن تكون صاحبة البيت أو صاحبة المنزل موجودة، ويكون محاميها أيضا موجود لكي تتم معاينة بالضبط ماذا أخذوا وماذا وجدوا. طيب وصلت الفكرة سيد رضوان. أنا أتحول بهذا الحديث للسيد جمال، يعني هل توافق ما تحدث به السيد رضوان فيما يتعلق بأن هذه الخطوة هي تأتي كالخطوات السابقة، اعتقال أعضاء النهضة وما إلى ذلك، يعني هي من هذا القبيل، أم أنك تنظر لهذه النقطة بنظرة مختلفة، وأن هناك بالفعل ما يعني أمر يعني يهدد ويمس الأمن القومي لتونس؟
مساء الخير، تحية لكم ولكافة مشاهدي قناة الحرة. طبعا موقفي الخاص أنه قد ارتكبت عديد الجرائم أثناء العشر سنوات الفارطة من 2011-2021. هناك جرائم تتعلق بأمن الدولة، بالاغتيالات السياسية، شهيدي شكري بعيد ومحمد إبراهيمي، هناك جرائم مالية، هناك أجهزة موازية في وزارة الداخلية، هناك ملف التسفير إلى بؤر التوتر وما أدراك بالتسفير إلى سوريا وليبيا والعراق وغيرها. إذن هناك ملفات كبيرة، وكان الطلب الشعبي منذ 25 جويلية وطلب عديد الهياكل والمنظمات والأحزاب أن تفتح هذه الملفات في القضاء، وقد تراخى او تباطأت السلطه السياسيه في بشكل ممثله في شخص قيس سعيد في فتح هذه المسار، وفتح مؤخرا وبدا هذا المسار. ملفنا اليوم او موضوعنا اليوم مداهمه منزل ابنه راشد الغنوشي ياتي في رايي استكمالا لجمله من الابحاث بعد ايقاف والدها وبعد ايقاف اطراف اخرى، خاصه بعد ايقاف والدها راشد الغنوشي. طبعا الابحاث ابرزت او تمكنت النيابه العموميه وحاكم التحقيق من الحصول على معلومات على وجود وثائق او وجود مواد او وجود بضائع او غير ذلك مضمنه مخفيه في هذا المنزل، فتمت المداهمه. المداهمه حسب تصريح الممثل القانوني المحكوم دياريانا مساعد وكيل الجمهوريه تبت طبق القانون باعتبار ان وجود تسليم الغنوشي بالخارج لا يمنع النيابه العموميه، لا يمنع الامن بعد الحصول على اذن من النيابه العموميه من مداهمه المنزل وتفتيش وحضور المحامي في القانون التونسي غير موجود ولا وجود لنص قانوني في هذا الاتجاه. لو كان الشخص موجود يحضر عملية التفتيش في ظل غيابه أنه لا يمكن أن تبقى لا يحول ذلك دون التفتيش بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية. وقد صرحت المساعدة وكيل الجمهورية أن العملية قد وقع توثيقها بالصوت والصورة والمعلومات شحيحة في خصوص المحتوى، ولكن طيب هناك طيب فيما يتعلق يعني طيب هذه العملية تم توثيقها بالسيد جمال إذا تسمعني، هذه العملية تم توثيقها كما تحدثت بالصوت والصورة ولكن المعلومات يعني شحيحة، كيف يفهم ذلك الأمر؟ يعني سؤالي هو لماذا تطول دائما المعلومات الدقيقة حول الاعتقالات وكذلك المحاكمات كل هذه الأمور، لماذا لا يكون هناك شفافية أكبر؟ السؤال للسيد جمال. يمنع معناها الحديث، تفضل. طبعا القانون التونسي يمنع، القانون التونسي يجرم اكثر من ان يمنع نشر وثائق ملفات محاضر او الحديث على محتوى قضايا ما زالت مفتوحه امام حاكم التحقيق او امام النيابه العموميه. ولكن في رايي وكموقف سياسي أمام ردود حركة النهضة وبياناتها ذات صبغة سياسية على السلطة السياسية أحيانا أن تتقدم وزيرة العدل أو وكيل الجمهورية أو غيره ويصرح الإعلام وينير الرأي العام حتى يرد على ما يواجه من اتهامات للقضاء وللنيابة العمومية وللسلطة السياسية. والمعلومات قلت شحيحة، ولكن هناك حديث وطيب عن وثائق موجودة بملف وضحت الفكرة. أنا فقط لأن الوقت ضيق معي سيد جمال، يجب أن نتحول أيضا لسيد رضوان، المعذرة فقط لأن الوقت حقيقة ضيق. سيد رضوان، يعني أنت ذكرت أنه هذا التفتيش الأخير أو ما تم الحديث عن هو يعني لتصفية الخصوم وما إلى ذلك والمعارضة، لكن اللافت يعني ليس كل المعارضة مستهدفة، يعني ربما فقط أو يعني الجزء الأكبر يذهب باتجاه حركة النهضة. لماذا يعني أليس من حق السلطة اليوم قيس سعيد وهو الذي يقود السلطة أن يحقق ويفتش، وإذا كانت النهضة يعني لديها بعض النقاط له الأحقية أنه يضع النقاط على الحروف، يعني لماذا الجهات الثانية لم تتعرض لهذا النوع؟ أخي الكريم، أولا الاعتقالات شملت العديد من الأحزاب وليس فقط حركة النهضة، هناك حوالي 20 أو 30 شخصيات من أحزاب مختلفة وشخصيات مستقلة معارضة لهذا الانقلاب وقع اعتقالها منذ 2 أو 3 أشهر وليست من النهضة. يعني الاعتقالات شملت العديد من المعارضين وليس فقط حركة النهضة، ولكن الأكثر كان حركة النهضة يعني، وحتى الصوت الأعلى كان لحركة النهضة يعني. طبعا طبعا، لأنه هي الحركة الأقوى وهي الحركة الأكبر، وأنصار قيس سعيد مثل سيد جمال هم أعداء حركة النهضة، فيبحثون منذ 10 سنوات عن أي تهمة، عن أي ملف لإلساقه في حركة النهضة. أنت سمعت كيف ذكر بعض العمليات التي تمت منذ أكثر من 10 سنوات وإلى الآن لم يجدوا أي دليل، هذه قضايا في المحاكم منذ 10 سنوات لم يجدوا أي دليل، فهم يبحثون يهجمون على المنازل في الليل أو في النهار لا نعرف متى هجموا،
بدون وجود أي شاهد أو شهود لكي نعرف بالضبط ما هي الوثائق التي وجدوها، يعني هناك محاولة في الحقيقة لاستبلاه الرأي العام الداخلي والخارجي، محاولة إلساق التهم بالنهضة أو بغير النهضة. نحن مع القضاء المستقل لكن لم يعد عندنا في تونس، ولكن أيضا النهضة في ذلك الوقت اتهم بأن القضاء كان تحت يدها. على كل إن أنا أشكركم شكرا جزيلا. أستاذي الكريم، أنت مع الوقت حقيقة، أنت مع الوقت. أستاذي الكريم، لا مش ممكن ترمي تهم زي هيك. طيب تفضل، بإمكانك الرد، تفضل. تونس هذا ما يقال، أنا لا أرمي تهم. أنا في لا أنت نعم، لكن أنا فقط يعني أدير حوار وأقول ماذا يدور. يعني قبل الانقلاب تونس كانت تعتبر دولة حرة ودولة ديمقراطية في كل العالم، كان مشهود لها أنها دولة ديمقراطية، والقضاء كان مستقل بدليل أنهم كانوا منتخبين، كان عندنا مجلس أعلى للقضاء منتخب من طرف القضاة. قيس سعيد عزل هذا المجلس الأعلى للقضاء، عزل أكثر من 60 قاضي. طيب، ولكن هذا الحديث يجرني سيد الكريم، يعني سيد رضوان، لماذا حصل إذن يعني الانقلاب وكذلك التظاهرات التي حصلت من قبلها في تونس؟ يعني صحيح ولا لا؟ لأنه هناك ناس لا تؤمن بالديمقراطية وترفض الديمقراطية وهي لم تنجح في الانتخابات. طيب، ووصلت الفكرة. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد رضوان المصمودي، العضو في حركة النهضة التونسية، كنت معنا من واشنطن. شكرا جزيلا أيضا لجمال مارس وهو حقوقي ومحلل سياسي من تونس، تحياتي.